والآن نشوف السيارة الكهربائية الصغيرة. هاي السيارة الكهربائية الصغيرة، لحد الآن ما على بالنا شحال راح يكون السعر تاعها. هذه نورمال مود تشارجيها يعني من القدام، هذه نورمال مود تشارجا منها من لافون تاعها. هذه لو او زيرو ان، البطاقة التقنية تاعها هنايا، محركات كهربائية يعني نورمالمون تمشيك 170 كيلومتر. نورمالمون كي تشارجيها كومبلي 170 كيلومتر. نعمل على السيارة جولة من الداخل بأربعة مقاعد. طبعا هنا مقعدين في الأمام والمقعدين في الخلف، هم شوية ضيقين بصح خير من الفيات سانسو. نعم شوف، يعني فيها هنا من الداخل فيها اختلاف بزاف من يعني بخصوص السيارات العادية. يعني شوف كيفاش جاية، كيفاش جاي. نخلو لكم هذو عليهم تفاصيل اكثر في قادم الايام. الان رانا نشوف يعني في السيارات يعني بصفه عامه فقط، وفي قادم الايام نمد عليهم تفاصيل اكثر واكثر ان شاء الله.